أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فقرة ضيف التحرير لهذا اليوم نخصصها لملف الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي ستجرى يوم الثامن من شهر شتنبر القادم. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فاس السيد عبد الغني مريدة، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ مريدة، مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سيدي. نبدأ بسياق إجراء هذه الاستحقاقات. المغرب قرر تنظيم الانتخابات في وقتها، وهذا أمر طبيعي لأن المغرب دولة المؤسسات تعمل بسلاسة وبشكل طبيعي حتى في ظروف غير طبيعية وصعبة كظروف أزمة كورونا وتداعياتها. كيف تقرؤون سياق إجراء هذه الانتخابات سيد مريدة؟ نعم، عندما نعود إلى متابعة الظروف والملابسات التي رافقت عملية إنتاج مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة التي ستجري في شتنبر إن شاء الله، هذه الانتخابات يبدو أن سياق وظروف تنظيمها يختلف نهائياً عن الظروف والسياق التي كانت أو في السياق الذي كانت تنظم فيه الاستحقاقات الانتخابية في النظام السياسي المغربي في السنوات الماضية. لماذا هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف يظهر على مستويات مختلفة. أول ملاحظة تبين هذا الاختلاف في الظروف والسياق هو أن الانتخابات المقبلة ستجري في ظل أزمة كورونا وتداعيات أزمة كورونا. بمعنى آخر أنه لأول مرة الأحزاب السياسية بعد الجهودات التي قامت بها الدولة، الأحزاب السياسية الآن مطالبة خلال الحملات الانتخابية المقبلة متعلقة بالانتخابات المقبلة بأن تشرح للمغاربة الطريقة التي ستدير بها الأزمات ومخلفات وتداعيات كورونا. منذ الآن على الأحزاب السياسية أن تهيئ الجواب لهذا السؤال حول كيفية إدارة الأحزاب السياسية لحالة الأزمات، وما هي الحلول والإجراءات والتدابير التي تقترحها لمعالجة التداعيات ومخلفات جائحة كورونا التي استمرت أو التي مست بطبيعة الحال كل القطاعات ومست كل الشرائح الاجتماعية، وبالتالي سيكون هذا التحدي أساسي أمام الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة. الملاحظة الثانية التي تبين أننا أمام اختلاف عميق وتماماً بين الانتخابات المقبلة وبين الطريقة التي كانت تجري بها الانتخابات في النظام السياسي المغربي في السنوات الماضية، هو أن هناك مجموعة من القضايا ومجموعة من الملفات المتعلقة بعلاقة المغرب بالخارج، خصوصا علاقة المغرب بالمكون الأوروبي أو بعض مكونات الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وألمانيا، بمعنى أن المؤسسات المنتخبة خصوصا البرلمان والحكومة المقبلين سيجدون أنفسهم أمام هذه الملفات الكبرى. الملاحظة الثالثة التي تبين الاختلاف الجوهري بين الانتخابات المقبلة والانتخابات التي كانت تجري في المحطات السابقة هو أن هذه الانتخابات سبقتها مجموعة من التعديلات ومجموعة من التغييرات التي طالت القوانين التنظيمية للانتخابات. بطبيعة الحال هذه التعديلات وهذه المستجدات أعطتنا فكرتين، بمعنى إذا رجعنا للظروف التي رافقت عملية إنتاج مشاريع القوانين التنظيمية المنظمة للانتخابات المقبلة ربحنا جوج ديال العناصر. العنصر الأول اللي ربحناه في هذه الانتخابات هو أن النقاش المجتمعي الذي وقع حول مجموعة من القضايا بالخصوص بعض القضايا المتعلقة بتمثيلية النساء والقاسم الانتخابي، ربما نعود إلى هذه الأمور أثناء النقاش. لاحظنا بأن النقاش المجتمعي حول هذه القضايا بمعنى أعطى واحد النوع من الثقافة القانونية إلى المجتمع، بمعنى آخر أن الناس غيمشيوا إلى التصويت يوم الاقتراع المقبل، ولكن المواطن العادي يحمل في ذاكرته الحد الأدنى المعلومات القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات. نعم سيد مريدة، فهمنا سياق إجراء السياق القانوني لإجراء هذه الانتخابات. كيف تنظرون إلى تدبير الدولة لتدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية؟ بطبيعة الحال بالنسبة للمجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة خصوصا أثناء إعداد مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات والإجراءات التنظيمية، يمكن أن نقول أن الدولة قامت بما قامت به
وما يتعين عليها أن تقوم به. الآن الملعب أو الكرة في ملعب القوى الحزبية والكائنات السياسية التي ستدخل غمار الانتخابات المقبلة. مثلا الدولة استفدنا أو استنتجنا بعض المزايا وبعض الإيجابيات. أعطيك مثال أنه خلال تدخل الدولة أثناء مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية ربحنا واحد النقطة أساسية فيما يتعلق بدولة القانون. يعني لأول مرة يعني في السابق كان هناك تراضي توافق حول الخيارات التشريعية المتعلقة بتنظيم الانتخابات، ولكن لأول مرة لاحظنا بأن كاين واحد مجموعة الخلافات والآراء متضاربة حول مجموعة من القضايا، ولكن لم يتم حلها بالتراضي والتوافق، بمعنى في الكواليس بعيدا عن أنظار وتتبع ومراقبة المجتمع، ولكن تم حلها بطريقة قانونية، بمعنى أن النزاع ذهب إلى المحكمة الدستورية وتم حله وتم تكسير الخلاف على الدستور وتم حله بطريقة مؤسسة، وهذه نقطة أساسية تعزز بناء دولة القانون والمؤسسات في النظام السياسي عوض إعمال مصدر التراضي والتوافق التي كانت هي ممرات غير مؤسسة تم الإعمال بها في العديد من المحطات أثناء مناقشة الخيارات التشريعية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية. ولكن هناك تحدي سيواجه الدولة أيضا، وفيما يتعلق بتنظيم هذه الانتخابات في يوم واحد، لأن تنظيمها في يوم واحد سيضع أيضا الدولة على محك حقيقي. كاين مجموعة الإيجابيات المتعلقة أو التي ستربحها الدولة من خلف تنظيم الاقتراع في يوم واحد بخصوص انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس الجهات وانتخابات الجمعية، ولكن هناك تحديات خصوصا فيما يتعلق بكيفية تدبير وإدارة هذه العملية. نتمنى سيدي أن نتجاوز هذه التحديات والمغرب قادر على ذلك. سيد مريدة، أعود بك إلى سياق إجراء هذه الانتخابات التي تأتي بعد الكشف عن النموذج التنموي الجديد للمملكة. هذا النموذج الذي يحتاج من طبيعة الحال في الشق المتعلق بتنزيل مضامينه إلى نخب سياسية قادرة على قيادة قاطرة التنمية، وقد دعت الخطابات الملكية في كثير من المناسبات الفاعلين السياسيين إلى ضرورة العمل على تجديد النخب وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي. سؤالي هنا، لماذا لم تنجح الأحزاب السياسية بشكل عام في استقطاب نخب جديدة بالشكل المطلوب سيد مريدة؟ طبيعة الحال بالنسبة لمن يتتبع هذه النقطة المتعلقة بالأحزاب السياسية بعلاقتها باستقطاب النخب إلى بنائها التنظيمي والداخلي وإنتاج نخب مؤهلة لإدارة الشأن العام، الأحزاب السياسية يجب عليها عمليا يفترض أن تطلع بمجموعة من الوظائف، من بينها الوظائف الكبرى هي وظيفة التكوين، والحزب السياسي هو مدرسة، وهذه المدرسة يفترض فيها أنها تعمل على تكوين الأجيال المنتمين إليها ومدهم بمؤهلات والقدرات التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية في حالة وصول الحزب إلى مراكز صنع القرار، بمعنى أن الحزب يفترض فيه أنه مدرسة لتفريغ النخب المؤهلة القادرة على إدارة الشأن العام وتحقيق الأهداف التي يرغب فيها المجتمع والدولة. لكن انتبهي معي، أنا عندي ملاحظة هنا في هذا الجانب، يعني المدخل التشريعي أيضا الذي تبنته الدولة الآن سيفرز بعض النخب الجديدة في المناصب التبديلية والانتدابية. كيف؟ مثلا لو عدنا إلى التعديلات التي طالت عملية الحد من الجمع بين الانتدابات، بمعنى آخر أنه ما يمكنش يكون العضو مثلا عضو في مجلس النواب وفي نفس الوقت هو عضو هو رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس الجامعة بالنسبة للمدن التي يفوق عدد سكانها 300,000 نسمة أو رئيس مجلس عمالة أو إقليم. لكن يعني عمليا عندما كان القانون يسمح بهذه الحالات في الماضي، الآن ما يمكنناش نوجدوا مثلا عضو في البرلمان وهو في نفس الوقت رئيس مجلس عمل أو الإقليم أو رئيس مجلس عمل رئيس مجلس جماعية فوق عدد السكان 300,000 نسمة. بالتالي ضمنيا سنكون أمام نخب جديدة ستدفع بها هذه الأحزاب. لكن أنا ما أتمنى هنا، يجب على الأحزاب هنا دوره حاسم تماما. المسألة هنا تنطلق من مرحلة تقديم وتوزيع التزكيات على الأشخاص الذين يرغبون في الدخول إلى حلبة التنافس الانتخابي مستقبلا باسم أحزاب معينة. يجب على الأحزاب أن تستعمل أولا معايير موضوعية، معايير تعتمد
تعتمد عنصر الكفاءه والقدرات المؤهلات. لماذا؟ لان هذه المشاكل في الحقيقه وحسب المعطيات المقدمه من طرف وزاره الداخليه هناك احصائيات غريبه حول مثلا مستوى بعض المنتخبين الذين يتحملون مسؤوليات، وفي حاله هؤلاء تشتتهم من الاحزاب السياسيه، والاحزاب السياسيه اذا عن طريق هذا المدخل هي تساهم في ارهاق الدوله. بمعنى اخر انه عندما تدفع باشخاص غير مؤهلين الى تحمل المناصب المسؤوليه او التمثيليه، بالتالي تسبب متاعب ومشاكل للدوله، وبالتالي تضطر الدوله في بعض الحالات ان تقوم مقام هذه الهيئات المنتخبه في تقديم مجموعه من الخدمات. السبب هو عدم كفاءه وربما ضعف مؤهلات الشخص الذي يتولى هذه المسؤوليه. بمعنى اخر يتم ايضا ترشيح الاعيان سيد مريده. مساله الاعيان هي مساله موجوده منذ القدم، والاحزاب السياسيه كيف نتخلص من هذه الاشكاليه؟ لا، هنا كاين جوج سيناريوهات في هذه الحاله. هذه الاحزاب السياسيه اما ان تضع بين عينيها المنصب يعني المقعد، وبالتالي لا يهمها الشخص الذي ستدفعه، هو مؤهل، عنده قدرات، عنده مؤهلات تنسجم مع حجم المهام والمسؤوليات التي تنتظره، ام انها تبحث فعلا على الاشخاص ولو خسرت هذه المقاعد. اعتقد الهاجس الذي يسكن الاحزاب السياسيه بشكل اساسي هي انها كلها تحاول ان تبحث على الاشخاص الذين سيفوزون بالمقاعد، وبالتالي هي تدفع بالاعيان لاعتبارات معينه، لان الاعيان لهم شبكات اجتماعيه يفتخر باكبر عدد من الاصوات. اكيد طبيعه الحال. نتحول الآن إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتحديدا ما يتعلق بالحاصل الانتخابي أو القاسم الانتخابي. إلى أي حد سيؤثر هذا التغيير على العملية الانتخابية وعلى المشهد السياسي في بلادنا؟ نعم، القاسم الانتخابي أثيرت بشأنه مجموعة من الجدالات ومجموعة من النقاشات. هناك من قال بأن القاسم أولا ما معنى القاسم الانتخابي؟ بمعنى القاسم الانتخابي بالمعنى القديم كان يحتسب على أساس قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، والخارج بناء منه نوزع المقاعد. نعم. الآن تغير مضمون القاسم الانتخابي وأصبح يستخرج على أساس قسمة عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية داخل الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المتبعرة عليها داخل الدائرة. هذا الخيار التشريعي الذي تبناه القانون التنظيمي والمشرع في القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب طبيعة الحال أثار نقاشات. الأحزاب السياسية هناك دوافع غير بريئة واعتبارات سياسية. هناك من يقول بأن القاسم الانتخابي بالمعنى الجديد هو موجه ضد أحزاب معينة وعلى حساب حزب معين، لكن دعيني اوضح هذا الامر حتى نكون واضحين. بعيدا عن المحكمه الدستوريه حسنت الامر سيد. نعم، ساتي الى هذه الملاحظه، ساتي. دعيني اوضح القاسم الانتخابي بعيدا عن التفسيرات الحزبيه والسياسيه. من وجهه نظر الباحث كباحث جامعي، القاسم الانتخابي انا اقول صراحه ليس ضد احزاب معينه وليس مع احزاب معينه، هو مع من يشتغل. ما معنى مع من يشتغل؟ بمعنى انه لن يدخل الى الحملات الانتخابيه ببرامج قويه وسيستطيع ان ينتج علاقه تواصل بينه وبين المواطن ويقنع المواطن، سيفوز باكبر عدد من المقاعد. يعني القاسم الانتخابي الان هو محايد. كيف؟ نشرح هذا الامر، يجب ان نشرح هذا الامر الى الراي العام. مثلا القاسم الانتخابي يخدم الاحزاب الصغرى في فرضيه واحده فقط. متى؟ هي عندما تكون معدلات المشاركه ضعيفه جدا، بمعنى لا يكون هناك اقبال على التصويت، في هذه الحاله لا نعرف ما هو الرابح وما هو الخاسر. لكن لنقرا السيناريو بطريقه معكوسه، بمعنى لو افترضنا انه او تحقق ونامل ان يتحقق، لو يوم الاقتراع حج الى مكاتب الاقتراع كل مقيدين في اللوائح الانتخابيه وصوتوا مثلا بنسبه 90% لصالح اللائحه الاولى او اللائحه الثانيه، ستكون هذه المقاعد اذا من نصيب اللائحه الاولى او اللائحه الثانيه، وبالتالي لن يخدم اطلاقا ما يسمى بالاحزاب الصغرى. بالتالي القاسم الانتخابي هو بريء ومحايد. بخصوص موقف المحكمه الدستوريه، موقف المحكمه الدستوريه اعتمدت على الدستور واستعملت مجموعه من الحجج واعتبرت بانه غير مخالف للدستور. علاش؟ لانه لا يوجد اي مقتضى دستوري يتحدث عن القاسم الانتخابي وكيفيه تقسيم وتوزيع المقاعد.
واعتمدت مجموعه من المبادئ: الاختيار الديمقراطي، فصل السلطات، تنظيم الاحزاب السياسيه، الانتخابات النزيهه والديمقراطيه. واخطر من ذلك ان المحكمه الدستوريه عادت الى الاعمال التحضيريه للقانون التنظيمي لمجلس النواب لتبحث عن غايه المشرع من اعتماد القاسم الانتخابي بالمعنى الجديد، واستخرجت حجتين. الحجه الاولى هي توسيع دائره المنتخبين، عفوا توسيع دائرة المشاركين والممثلين في العملية الانتخابية داخل الدائرة الانتخابية. الحجة الثانية وهي الأقوى وهي توسيع دائرة القوى السياسية التي ستتاح أمامها فرص الوصول إلى البرلمان والمشاركة في صناعة القرار. ويبدو أن هذه الاعتبارات هي موضوعية وسليمة، لأنه لا يوجد أي مقتضى دستوري يمنع من إعمال القاسم الانتخابي بالمعنى الجديد. نعم، في سياق القاسم الانتخابي واعتماد القوانين التنظيمية الجديدة، هل يمكن أن نتحدث عن أهمية التوقع والتنبؤ في هذه الاستحقاقات؟ هنا أولا يجب أن ننتبه، مسألة التنبؤ يجب أن تبنى على مؤشرات ومعطيات علمية واضحة. ونحن لأول مرة في النظام السياسي المغربي سنختبر القاسم الانتخابي بالمعنى الجديد، بالتالي ليس لدينا معلومات عملية حول طريقة اختبار وإعمال هذا القاسم، لكن لأساسي أن هذا القاسم هو إجراء محايد، يعني يخدم هذا الحزب أو ذاك، مرتبط بشكل أساسي بالطريقة التي ستستثمر بها الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب، والطريقة التي ستترافع بها عن البرامج والعروض السياسية، ثم كيفية شرح مضامين هذه العروض، لأنه للأسف الشديد بعض الحالات تكون البرامج قوية. التنافسية هل ستبقى لها نفس الأهمية سيد مريضة؟ طبيعة الحال، يعني ما دام أن قلنا القاسم الانتخابي هو إجراء محايد مرتبط بالطريقة التي ستترافع بها الأحزاب السياسية عن برامجها في الحملات الانتخابية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بمعنى أن الحزب لغير ذكر أدوات وآليات ومناهج وطرق جديدة في كيفية التواصل مع المواطنين خلال الحملات الانتخابية يقدر يجلبهم إلى صناديق الاقتراع لصالحه، وبالتالي الأمر يتعلق بمجموعة من الفرص متاحة أمام الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية. طريقة استثمار واستغلال هذه الفرص تختلف حسب قدرات وإمكانيات كل الأحزاب السياسية. نعم، كيف تبدو رهانات الانتخابات المقبلة سيدي بشكل عام؟ أولا بالنسبة للرهانات ديال الانتخابات المقبلة، كاين مجموعة الرهانات لدى الدولة. الدولة الآن من خلال المجهودات التي قامت بها خلال عملية إعداد النصوص والأنظمة القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات، هناك مجهودات كبيرة، ثم هناك مجهود أكبر ينتظرها أثناء عملية التنظيم هذه الانتخابات، وبالتالي هناك آمال أن تكون هذه الانتخابات خصوصا في ظل هذه الظروف أن تكون عبارة عن منعرجات وتخلق مسارات جديدة في الحياة السياسية والحزبية في المغرب. وهذا الأمر ممكن لو مثلا استثمرنا الإمكانيات واستثمرت هذه الأحزاب السياسية الإمكانيات والتعديلات والمقتضيات الجديدة، سواء فيما يتعلق بالجمع بالانتدابات أو فيما يتعلق بتوسيع تمثيلية النساء أو فيما يتعلق بالإمكانية الدعم الإضافي الذي سيقدم إلى الأحزاب السياسية، كل هذه الإمكانيات إذا استثمرتها الأحزاب السياسية بشكل جيد ومتزن يمكن أن نصل إلى تحقيق الأهداف. والأهداف بطبيعة الحال دائما الدولة تبحث عن تحسين المسلسل الانتخابي بهدف الوصول إلى مؤسسات تمثيلية في حجم الانتظارات والتطلعات، لأن في نهاية المطاف يجب على هؤلاء الممثلين الذين سيخوضون أو سيدخلون إلى حلبة التنافس الانتخابي أن يشعروا بحجم المسؤوليات التي تنتظرهم، لأن الهدف من التصويت هو في نهاية المطاف أن يحضر الممثل في قلب السياسات والبرامج والمشاريع والقرارات التي تتخذها المؤسسات المنتخبة. بمعنى آخر أن المجتمع عنده مجموعة القضايا فيما يتعلق بالصحة، بالتعليم، بالسكن، بالتشغيل إلى غير ذلك، كاين مجهود عند الدولة ولكن كاين صعوبات وكاين مشاكل، وبالتالي الملفات اللي يمكن تشتغل عليها المؤسسات المنتخبة هذه الملف الاجتماعي ينتظرها، ولا يمكن الخروج بنتائج تعطي المجتمع ونلبي احتياجاته. نعم، لدينا دقيقة واحدة للحديث عن نسبة المشاركة. الرفع من نسبة المشاركة هدف صعب وتحدي كبير، خصوصا في ظل ضعف الثقة في الأحزاب وفي العمل السياسي لدى شريحة من المغاربة. كيف يمكن أن نقنع المغاربة بالانخراط القوي في الاستحقاقات المقبلة؟
طبعا الحال هذه مساله المشاركه، اولا هي المشاركه مفهوم واسع، والمشاركه لها تمظهرات متعدده. والهاجس الذي يسقط الانظمه السياسيه في مجموعه من الدول هو كيفيه الرفع من نسبه المشاركه. الرفع من نسبه المشاركه يقتضي مجموعه من التدابير ومجموعه من الخطوات، كم التدبير من طرف الدوله فيما يتعلق مثلا بالاجراءات انها توسيع حاله التنافي، بمعنى ان نكون امام نخب جديده، والنخب الجديده تجر خلفها مجموعه من الشرائح والقطاعات الاجتماعيه الواسعه التي هي ستساهم في عمليه التصويت. أضف إلى ذلك العروض السياسية التي ستقدمها الأحزاب السياسية ستكون حاسمة في إغراء المواطن ودفعه إلى الحضور إلى صناديق الاقتراع أو الابتعاد. نتمنى من الأحزاب السياسية أن تبتكر آليات وأدوات جديدة وأن تعتمد خطط ومشاريع قابلة للأجراء ثم أن تلتزم بها فيما بعد، لأنه لأول مرة في النظام السياسي المغربي مع دستور 2011 كاين هذا الربط في المعادله بين الاحزاب وبين الانتخابات وبين تشكيل الحكومه وبين تدبير الراي العام. بمعنى اخر ان المفعول ديال الانتخابات اصبح يمتد الى ما بعد الانتخابات. نعم. من خلال تكوين وتنظيم سيد عبد الغني مريده، استاذ القانون الدستوري وعلم السياسه بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الافادات. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.